يعني نعم مفيش نوم يعني مفيش انت داير مننا انا شنو داير شنو يا اخي احترم المكان ده يا اخي ناس قاعدين في ترابيزه تجي تقول لي كده يا اخوانا ابو شباب عشان ما تفهم غلط معلش الزول ده زريانة زوجي عايز زوجي سمح تزال في الطول والعلا قنبلة قالوا احتمال تنفجر قنبلة بقيف والله ما بجر قنبلة 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 قنبلتي أقف للخرطوش أوه محمد طاهر زين كيف حوالك؟ يلا تفضل تفضل شنو؟ يا أخي وكجاد ما تجيب لينا يا أخي نحن وجيران بعدين تعرفه بناسك جنبك والله نحن مهلك يا أخي والله يا دو والله أقدر أقول لك حاجة يا أخي والله العظيم ذاته حرام عليك حرام عليك اللي بيسوي فيه وده لا ما أنا كنت جايبه قلت أعمل بازي ما في زول بيسويه لماذا؟ كل ليه امك دي كل يوم سايق لي في الموتر انت فاهم غلط كسرت يا اخي افهم شنو يا اخي يا اخي اللوم دي الرسول قال امك ثم امك ثم امك ثم ابيك يا اخي حرام اللي بيسوي فيه لامك ده ما بينفع انت ما فاهم حاجه عاين انا دار افهمك يا اخي افهم شنو اسمع كلامي انا زول. فاهمك الجنة تحت اقدام الامهات اي لكن انا فاهمك يا اخي اللي بيسوي فيه ده لا انت راكب غلط لا عاين انت فاهم غلط يا اخي انت بتفهم عشان تفهمني عمي طاهر يا زول ايه هذا يا زول عمي طاهر عمي طاهر تعال افهمك والله يا اخوان تفضلوا الحديقه لو سمحت الحديقه الحديقة الحديقة أنا يا أبو الشباب وشك ده ما غريب علي الغريبة يعني زي اللي شوفني قبل كده قاعد تجي النادي بتاع 17 لا معناها تطلب قواجع عن سامية قواجع لا عن غريب شوفنا والله غريب شوفنا عن خلاق شوفنا هذي الغريبة شنو؟ اتشوفنا اقيف انا 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 لجنتك دي ما غريبة علي انا 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 اسمع التدريب المهني طب احمد لا يا اخي اسامة اسامة الخديد بدوي كيف يلا كويس وين انت يا اخي لا حول زمن يا اخي ديك حديك كم سنة والله يا اخي تقريبا 13 سنة طيب عمر زول والله والله كيف حالك يا سلام كيف حالك ان شاء الله طيب كيف الاحوال دي الوالدة الحديقة دي الوالدة كيف ان شاء الله طيبة يا خالد بدوي طيبة يكفيك عيانا ويشوف كفارة اسمعنا الحمد لله الله تحايمة والله يا مرض الخبيث نزل الله والسلامة ودي البلد والله انا حتى امي وديتها البلد وديها البلد طوالي افهم يا بدوي والله البلد حر شديد فهمني. البلد دي ما ضيق ربطن فمعاه افهمني يا اخ هاي دي ما الوالدة دي شنو دي المدام من البلد منو لي انا كيف انا عوض ضنسيت عنده قلوش عوض لا بدوي شرفت والله شرفت الله قدرك ابن الله احنا جينا هنا وشايفينك انت ما شاء الله شهيم وولد ممتاز في الحي هنا والناس كلها بتشكرك الله يديك العافيه صحيح والله ايمن احنا ان شاء الله جينا اخر ليله في بيتك العامر بوجودك انت وبوجودنا نحن معاك ذاته فطبعا يا ابني اسامه انت زي ما عارف الزواج ده ستره والرحمه وموده وزي ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يعني تناكحوا وتناسلوا ويعني أنا مباهي بكم الأمم فإن شاء الله يعني القرب منكم يعني نحن إن شاء الله دعم الخير وربنا سبحانه وتعالى يوفق إن شاء الله يا ابني
فيا اخي والله جايين يا اخي دارين القرب من يد امك لاخونا الطاهر ده، وان شاء الله يكون كله خير وما تكسفنا ان شاء الله. صحيح أحلام يا مرة قنبلة. هاي أرى أرى تعالي تعالي تعالي. أيوة يا روحي. وين القسيمة؟ سجمي القسيمة. أسمع تعال تعال عينا. هاي تعال دار نصيحتي ها؟ أعمل لك واحد زي دي يقولوا دي بيتك لحد ولا يقدم عليها مقرة أمي